الأخت السائلة تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، كنت في شبابي لا أصوم جهلا مني بوجوب الصيام، وكنا في البادية، والمدة التي لم أصمها 24 شهر، وأنا اليوم كبيرة في السن، ماذا أفعل؟ إذا كنت تستطيع القضاء وجب عليك القضاء مجزئا على حسب استطاعتك إلى أن تخلصي منه، وأما إذا كنت لا تستطيعين القضاء لكبر السن أو لمرض مزمن فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كم مرة ترفع اليد بمحاذاة الكتف في صلاة الفرض والسنة؟ ترفع اليد عند التكبير في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند قول سمع الله لمن حمده. وهناك موضع رابع أيضا مختلف فيه، وهو رفعها عند القيام من التشهد الأول. هذه المواضع التي ترفع يستحب فيها رفع الأيدي في الصلاة. نعم. هذا يسأل يقول عن التوبة النصوحة: وما هي علاماتها، وهل التوبة تكون من جميع الذنوب؟ نعم، التوبة من جميع الذنوب، تتوب إلى الله من كل ذنب توبة صادقة. التوبة النصوح هي التوبة الصحيحة المستوفية لشروطها، هذه هي التوبة النصوح الخالصة لله عز وجل، وشروطها معروفة: ترك الذنب، وعدم الرجوع إليه، عدم نية الرجوع إليه، والندم على ما حصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما كيفية الصلاة على الميت، وما هو الدعاء المشروع على الصغير وعلى المرأة، هل هما سواء؟ صل مع المسلمين على الجنائز وتعرف كيفية الصلاة على الميت. المسلمون يصلون على الأموات ولله الحمد، صلي معهم وتعرف بذلك الصلاة على الميت. نعم. وبالنسبة للدعاء للصغير والكبير، هل هو سواء؟ يدعى للكبير بالمغفرة والرحمة، ويدعى للصغير بالرحمة والمغفرة، وأن يجعله الله شافعا لوالديه، يدعى لوالديه. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إذا كانت، يقول السائل، إذا كانت المرأة تعصي الزوج في جميع أموره وتقوم بتهزئته، فما موقفه منها مأجورين؟ موقفه منها أن ينصحها ويعظها ويذكرها ويعمل قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قد أعطاه الله هذه العلاجات مع زوجته. نعم.